استمر. السؤال الثالث، المتعلم، ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ المعلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا حديث مشهور، حديث معاذ بن جبل، قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فقال: يا معاذ، قلت لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: يا معاذ، قلت لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: يا معاذ، قلت لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ تهيأ معاذ الآن حتى يسمع، يناديه ثلاث مرات ثم يعطيه سؤال. قال: قلت الله ورسوله أعلم. أصبح مهيئا لأن يسمع المعلومة. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذبهم إذا فعلوا ذلك. هذا حق عظيم لله عز وجل. فإذا كمن صرف العباد لغير الله قد إيش؟ قد صرف حق الله لغير الله، وهذا ظلم. ما هو الظلم؟ أن تعطي الحق لغير صاحب، كما لو تنازع اثنان على قطعة أرض فجاء القاضي فحكم بها للثاني وهي في الحقيقة للأول، ظلم أو ليس بظلم؟ هي ملك الأول فحكم بها للثاني متعمدا، ظلم أو ليس بظلم؟ ظلم، حق الأول. طيب لو قال خلاص نقسمها بينكم، ظلم ولا مو ظلم؟ ظلم، هي حق الأول، شو تقسم؟ ها، ظلم ولا مو ظلم؟ طيب العباد حق من؟ حق الله عز وجل. فمن صرف حق الله لغير الله ظلم، فمن قسم حق الله جعل منه لله وجعله لغير الله فقد ظلم. لكن أي ظلم هذا؟ هذا الظلم العظيم، هذا أعظم أنواع الظلم. قال جل وعلا: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فلما كانت العبادة حق لله عز وجل، حق لله، هل يجوز أن يقسم أحد بحق الله؟ كما يقول بعض: أقسم بحق الله. يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. لا يجوز، الله أعلم. يلا أعطوني الإجابة الصحيحة. يجوز أن تقسم بحق الله أو لا يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز، لأن حق الله مخلوق. حق الله يعبدوه، عبادة العبد مخلوقة ولا لا؟ مخلوقة. العبد مخلوق وأفعاله مخلوق، يعني صلاتنا وصيامنا وقيامنا هذا الشيء مخلوق. ما تقسم إيش بمخلوق؟ لا تقسم لا بعبد ولا بأعمال العبد. ما تقسم بحق الله؟ حق الله يعبده ولا يشرك به شيء. اقسم بالله، بدل تقول وحياتك وليش وحياة الله ولا لا؟ يجوز القسم بحياة الله؟ بحياة الله يجوز ولا لا؟ يجوز، صفة من صفات الله، حي، صح؟ لا تقول وحياة عينيك، قل وحياة الله وحياة الله، قل والله، قل وبالله، لا تقلوا النبي، قل بالله عليك أعطني. ها، يعني بعض الناس والنبي اديني والنبي ارجع والنبي، لا، قل لو سمحت، قل لو تكرمت، قل لو تفضلت، احلف بالله، لا تقول ودين النبي، لا لا، احلف بالله، لا تقول والكعبة، قل ورب الكعبة. ها، لا تقول بأولادك بأولادي، لا، قل برب أولادي. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لا تحلف إلا بالله، خطير الحلف بغير الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. كان يكثرون الحلف بالآباء. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لا تقول والكعبة، قل ورب الكعبة، الله أحق أن يحلف به سبحانه وتعالى. احلفوا بالله وبروا واصدقوا فإن الله يحب أن يحلف به، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذبه، أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. من أوجب هذا الحق على الله عز وجل؟ الله أوجب حقا على نفسه أن من عبده ولم يشرك به شيء أن لا يعذبه. الله جل وعلا يوجب على نفسه؟ نعم يوجب. طيب يحرم على نفسه بعد؟ فيكم يحرم. وفي الحديث ماذا قال؟ يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. حق على الله أن يعينهم، أربعة حق على الله أن يعينهم. جعل الله على نفسه حق،
أن يعين من؟ أربعة: الناكح الذي يريد العفاف حق على الله، المجاهد في سبيل الله حق على الله، المملوك الذي يريد الأداء حق على الله أن يعينه. الله جل يجعل على نفسه حقا، فجعل نفسه حقا أوجبه على نفسه أن من عبده ولم يشرك به شيئا ألا يعذبه. واضح؟